السلام عليكم دكتور. معكم دكتورة زينب أبو عيشة، استشارية أمراض النساء والولادة والعقم، مع بودكاست من وراء المايك. الموضوع اللي راح أحكي عنه هلأ موضوع كتير بزعج بعض السيدات، ألا وهو موضوع سرطان الرحم. ما هو سرطان الرحم؟ ولأي فئة من السيدات هذا النوع من السرطان بيجي؟ وشو له علاقة بالوراثة؟ وشو له علاقة بالولادات وبالمشاكل الصحية اللي بتعاني منها المرأة؟ طبعاً سرطان الرحم نحمد الله أنه عادة ما يشخص مبكراً، لأنه أهم أعراض هذا السرطان هو نزول دم بغير موعد الدورة، أو أن المرأة بتكون انتهت من فترة الحيض، دخلت في مرحلة سن الأمل اللي هو بعد 50 سنة، غابت عنها الدورة الشهرية أشهر بل أحياناً سنوات، وبعدين انتبهت أنه في عندها نزيف وبتفكر أنه الدورة رجعت. غالباً بعد انقطاع 6 شهور الدورة ما بترجع، الدورة إذا انقطعت انقطعت للأبد وانتهى الموضوع، خصوصاً إذا هي كانت في سن انقطاع الطمث. طبعاً سرطان الرحم في عليه حكي كتير، من أهم مسبباته هو تعرض جسم المرأة للمزيد من الاستروجين لفترة زمنية طويلة، سواء كان بمسببات هرمونات أخذتها أو إنه في عندها زيادة بالوزن. لأن عشان تعرفوا الخلايا الدهنية في السمنة المفرطة اللي موجودة تحت الجلد عند المرأة، هاي كمان ممكن تفرز هرمون الاستروجين، وهذا الهرمون كمان بيأثر وبيعلي نسبة الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي في آن واحد. أحياناً الأدوية المبالغ فيها اللي بتاخدها الست بسبب العقم والرغبة في الإنجاب، إذا أخذت جرعات كبيرة من الحقن اللي فيها استروجين ممكن هذا السبب كمان يحفز على سرطان الرحم، بالإضافة للقابلية الوراثية، وبالإضافة لعدم الالتزام بأكل صحي أو تغذية سليمة، عدم الالتزام في التقليل من الشحوم والزيوت خصوصا الزيوت النباتية. قبل كل هذا الحكي بنحكي إنه طريقة الحياة الغير صحية، الجلوس لوقت طويل بدون عمل، عدم ممارسة أنواع الرياضة، كلياتها شغلات طبعاً بتنزل المناعة وبتزيد من المؤكسدات أو المواد الحرة اللي بتكون بالجسم تعمل أكسدة وبتأثر وبتساعد على ظهور سرطان الرحم. طبعاً في بعض الأمراض أو بعض الأدوية اللي ممكن النساء تأخذها تحفز على سرطان الرحم زي ما حكينا، اللي هي بعض أنواع الهرمونات. المرأة اللي عندها غدد رحمي من النوع الخطير والشرس، واللي بيصير عندها نزف شديد في أثناء الأربعينيات من عمرها، يعني أحياناً من نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينيات، هدول معرضات أكثر من غيرهم لسرطان الرحم. طبعاً زي ما حكينا تشخيصه سهل، مجرد أي امرأة صار عندها نزف بدون موعد ما تفكر إنه الدورة إجتها، الدورة ما رح ترجع، مدام راحت انتهت. أي دم بعد سن 50 انقطع الطمث عن المرأة 6 شهور، أي دم الست بتشوفه معناته بدها تعرف إنه في مشكلة، وهاي المشكلة بتتطلب زيادة طبيب. بعد زيارة الطبيب بده نعمل إحنا قياس لسمك البطانة، وغالباً ما يلزم نعمل تنظيفات وناخد خزعة، بالخزعة إحنا بنقدر نشخص إذا في سرطان رحم أو ما في سرطان رحم. هاي المعلومات البدائية والضرورية اللي حبيت أحكي لكم إياها. أي أسئلة تانية أو أي زيادة في المعلومات تقدروا تلاقونا في حلقة تانية مع بودكاست من وراء المايك.